كاظم الساهر، ملحن ومغني عراقي، نال لقب قيصر الأغنية العربية من الشاعر الكبير نزار قباني، كما حاز أيضا على لقب سفير الأغنية العراقية. ارتبط اسمه بالوسط الفني، وهو أحد الفنانين الذين استطاعوا أن يجذبوا الصغير والكبير من أبناء الأجيال المختلفة لفنه الراقي. فمن هو الفنان كاظم الساهر؟ وكيف بدأ مسيرته الفنية؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. اسمه الكامل كاظم جبار إبراهيم السامرائي، ولد في الموصل في العراق يوم 12 من سبتمبر عام 1957. تربى كاظم في بيت صغير جدا، وسط عائلة تتألف من 7 إخوة، هم عباس وحسن وحسين وعلي ومحمد وسالم وإبراهيم، وأختين أميرة وفاطمة. في صغره انتقلت العائلة من مدينة الموصل إلى منطقة الحرية في بغداد بحكم عمل أبيه. عاش الساهر محنا كثيرة بسبب فقره حسب قوله، كان دافعا له وكان أساس شخصيته الصلبة التي يتميز بها. اكتشف عنده البوادر الفنية عندما كان عمره 12 عاما، حيث كان جالسا مع أخيه حسن في السيارة وهما يستمعان لمحمد عبد الوهاب. درس بعد ذلك الموسيقى لمدة 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد، وكان يعرف باسم ملك العود بين زملائه في الأكاديمية بسبب موهبته الاستثنائية في عزف العود وتلحين الأغاني. وفي عام 1980 بدأ كاظم تدريس الموسيقى في جمعية الوحدة النسائية ونادي الإخاء، ودرس بعد ذلك التاريخ والموسيقى في المدارس العراقية. بدأ حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984، حيث أصدر أول ألبوماته بعنوان شجرة الزيتون، ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام، ثم مع الشاعر المعروف كريم العراقي في مقدمة مسلسل نادية وكانت بعنوان المسافر عام 1987، وكانت أولى نجاحاته الفنية عام 1989 في أغنية عبرة الشط. بعدها سافر إلى الكويت ومن ثم إلى بيروت التي أوحت له بإغاني مثل نزلت للبحر وهذا اللون وكثر الحديد وإني خيرتك فاختاري، الذي كان أول تعاون له مع الشاعر نزار قباني، ومن ثم زيديني عشقا وفي مدرسة الحب اللتين جعلته يعتبر من أفضل مطربي العرب، مما جعل أغانيه ترقى إلى مستوى العالمية. ومن أشهر الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني الحب المستحيل، قصة حبيبين، أنا وليلى، قولي أحبك، إلى تلميذة، انتهى المشوار، مستقيل، حافية القدمين، صباحك سكر، المحكمة، أحبيني، ودلع النساء، وغيرهم الكثير. لم يكتفي الساهر بالغناء والتلحين، بل اشترك في بعض البرامج كلجنة التحكيم مثل برنامج The Voice بمواسمه الأول والثاني والثالث، وأيضا برنامج The Voice Kids بموسميه الأول والثاني. حصل الفنان كاظم الساهر على العديد من التكريمات والجوائز خلال مشواره الفني، حيث تم تكريمه في بلده العراق والجزائر والمغرب ومصر وماليزيا وإنجلترا وإيطاليا وأمريكا وكندا أيضا. وقد كان هو الفنان الأول والوحيد عربيا الذي غنى في القاعة الملكية في بريطانيا، كما حصل على وسام التفوق بوصية الملك حسين الذي سلمته إياه الملكة نور في عام 2001، واستحق جائزة جولدن أورد لأفضل مطرب عربي عام 2010، وحصل أيضا على جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو. جدير بالذكر أن الفنان كاظم الساهر تزوج أول مرة حين كان عمره 19 عاما، وانتهى الزواج بالطلاق. ويقول عن هذه التجربة، ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عاما وكانت هي بنفس السن تقريبا، لم نكن ناضجان. وعن سبب عدم زواجه مرة ثانية قال، لم أجد سيدة ممن أحببتهم
تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج. وفي حفل له في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة في مارس 2018، أعلن خطوبته من التونسية سارة المقني. الفنان كاظم الساهر لديه ابنان هما وسام من مواليد 1981 وعمر من مواليد 1987، ولديه حفيدتان هما سناء من مواليد 2011 وآية من مواليد 2014 من ابنه وسام.